السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو اليوم. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال. رجعت لكم بفيديو جديد، وهذا الفيديو جبت لكم مركز الفلك يحدد أول أيام عيد الأضحى 2021 بغالبية الدول الإسلامية. قبل ما ندخل الموضوع، ما تنسونيش فضلا وليس أمرا بالإعجاب والاشتراك مع تفعيل الجرس على الكل لكي يصلكم كل جديد. وأضاف هذا، من المتوقع أن تبدأ عدة الدول الإسلامية خاصة الشرقية منها شهر ذي الحجة يومي الاثنين، إذ أن رؤية الهلال ممتنعة يوم السبت في أجزاء من العالم الإسلامي، وعليه سيكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الأربعاء 21 يوليو. وتابع قائلا، بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الجمعة 9 يوليو يعني جويلية، فإنها ستكمل عدة شهر ذي القعدة 30 يوما نظرا لاستحالة رؤية الهلال يومها بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس. وستبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 جويلية. وبالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 10 يوليو، فإن معظمها سيبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو أيضا نظرا لوجود إمكانية رؤية الهلال يوم السبت. وعليه من المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك في غالبية الدول العالم الإسلامي. وأضاف هذا الموقع، من المتوقع أن تبدأ عدة الدول الإسلامية خاصة الشرقية منها شهر ذي الحجة يوم الاثنين، إذ أن رؤية الهلال ممتنعة يوم السبت في أجزاء من العالم الإسلامي، وعليه سيكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الأربعاء 21 يوليو. وقال محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي في بيان وصل سي ان ان بالعربية نسخة منه، سيحدث الاقتران المركزي لشهر ذي الحجة 1442 هجرية بمشيئة الله يوم السبت 10 يوليو عام 2021 في الساعة 1:17 صباحا بتوقيت غرينتش. ورؤية الهلال يومها غير ممكنة من شرق العالم الإسلامي، في حال أنها ممكنة باستخدام تلسكوب من الدول العربية ومعظم قارتي إفريقيا وأوروبا. ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من أقصى غرب قارة إفريقيا وأجزاء من القارتين الأمريكيتين، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة من المحيط الهادئ. دبي الإمارات العربية المتحدة. حدد مركز الفلك الدولي يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو تموز كأول أيام عيد الأضحى في غالبية الدول الإسلامية. وقال محمد هدى مدير مركز الفلك الدولي في بيان وصل سي آن آن مثل ما قلت لكم سابقا بالعربية، سيحدث الاقتران المركزي لنفس الشيء يعني في يوم السبت 10 يوليو عام 2021 نفس الشيء الذي قلته لكم سابقا. وفقا لمركز الفلك، فإن الخارطة تبين مدى إمكانية رؤية الهلال يوم السبت 10 يوليو من جميع مناطق العالم، بحيث أن رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس. رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة. رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام تلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق. رؤية الهلال ممكنة باستخدام تلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس. رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر. أنا أتكلم يعني الذين إلا حبيتوا ترجعوا إلى الخريطة اللي وضعتها في أول فيديو وترون الألوان اللي قلتها لكم سابقا، تركزوا معها لكي تتعرفوا يعني على يعني الدول اللي هي راح تكون من خلالها تستطيعون رؤية يعني الهلال سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب. وصلنا الآن إلى نهاية الفيديو، نقول لكم عيد أضحى مبارك، ينعاد عليكم بالخير واليوم من البركات، ونقول لكم دم